السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه air.ai، ده مهم جدا في عالم المبيعات وخدمة العملاء. الذكاء الصناعي دوت بيقدر يتكلم صوت مع العملاء ويبدأ ان هو يتكلم معاهم ويشوف طلباتهم ويرد على استفساراتهم، يعني يخلص العميل المكالمة ومش عارف ان هو بيتكلم مع الذكاء الصناعي. ممكن المكالمة تقعد نص ساعة ساعة، ويبدأ ان هو يتكلم بشكل تلقائي. بيقدر ان هو يتعامل مع 5000 تطبيق فريد، كان عندك فريق كامل من الممثلين المبيعات وخدمة العملاء وجاهزين على طول. هو في بدأ الناس كتير تستخدمه ويعمل مكالمات حية وبيعمل نتائج ملموسة في الشركات، فالاستخدام تحته لا تعد ولا تحصى. يعني ممكن اي حد، ده مثال، بيبدأ يتكلم مع العملاء ويبدأ ان هو يتفاعل معاهم مش صوت رتيب، لا صوت بيتحمس بيسكت، لو لا غضبان يقدر ان هو يتناقش معاه وهكذا. فدي من ضمن الحاجات الجميلة جدا في الموقع اللي هو air.ai.